أحمدك ربي وأستعينك وأصلي وأسلم على خير خلقك سيدنا محمد وبعد. انتهينا في اللقاء السابق إلى بعض الخواطر حول سورة المطففين، وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى استهل هذه السورة بالإخبار بالويل المحقق لطائفة من الناس، هذه الطائفة لم توازن توازنا عادلا بين حق الاستيفاء من الغير وواجب الأداء نحو الغير، وقلنا إن ذلك هو الذي يضع الميزان الأساسي لاعتدال الحياة كلها، ففساد الحياة كله إنما ينشأ من حرص الإنسان على أخذ حقه كاملا، فإذا ما جاء دوره في أداء الواجب أي الحق للآخرين حاول أن يبخسه. ولو أن الناس في أي وضع من أوضاعهم من قمة الحاكم إلى كانس الشارع أدى هذا الميزان باعتدال لما وجد في العالم فساد أبدا. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى وضع هذه السورة في الترتيب المصحفي وضعا ينسجم مع سابقتها وتنسجم معه لاحقتها، ولكن الحق سبحانه وتعالى عرض سورة التطفيف في المكيل والموزون لأن ذلك إنما يتعرض لشيء هو قوام الحياة للنوع الإنساني. وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى السبب في ذلك، أي في الذي دفعهم إلى هذا الموقف الجائر غير العادل، في أنهم لم يظنوا أنهم مقبلون على ربهم في يوم عظيم، لأن من طبيعة العاقل أن لا يأخذ نفعا عاجلا يعقبه شر آجل أطول منه أو أضخم منه، فالإنسان في موازين عمله يقدم الشيء ليأخذ خيرا منه وأطول زمنا منه. ويقول الحق في ذلك: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون؟ أن معنى ذلك أن الظن وحده كان كافيا في أن يتركوا هذه الخصلة، فما بالك إذا كان يقينا. وبعد ذلك شرح امتياز الموقف بقوله: يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقوم الناس لرب العالمين أي لا الملك له وحده والتصرف له وحده، لأن الحق سبحانه وتعالى في هذه الدنيا غيب وراء أسبابه الظاهرة، ولكن في الآخرة لن توجد أسباب، يبقى هو المباشر، نتناول الأشياء بأسبابها، ولكن الأسباب ستتعطل، ولذلك ستبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. فبعد أن كان هناك مشهديات سببية مستور وراءها القيوم الغيبي، أصبح لا يوجد إلا هو. يوم يقوم الناس لرب الإيه؟ لرب العالمين. هنا ينتقل إلى سبب آخر، هذا السبب الذي جعلهم لا يظنون اللقاء في ذلك اليوم والقيام أمام الرب العظيم نتيجة ما ران على قلوبهم من كسب السيئات، فكأن القلب بفطرته النقية الصافية السليمة يمكن أن يهتدي إلى منهج الحق وحده، والذي يحجب القلب عن فطرته ويستره أثر البيئة وأثر الغفلة، يأتي الإنسان أمام شهوة من الشهوات فيغفل عن بعض المنهج، وبعد ذلك يأتي مرة أخرى. وتكلمنا بما شرحه الحديث الشريف في قوله: تغرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فكأن من حجب عن قلبه ضياء الحق سبحانه وتعالى ونور منهجه وتشريعه يجازى بأن يحجب عن مصدر ذلك النور. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقد يكون في ذلك إيلام نفس، لكن النفوس حين تتبلد لعل قائلا يقول ذلك لا يهمه، لأن نفوسهم متبلدة، هذا الحجب اللي هو فيه إيلام للنفس
مش إلام عضوي، يقول ثم إنهم لصال الجحيم. يبقى يجيب لهم الشيء اللي يخوفهم، لأنهم ألفوا المحس وألفوا التعامل مع المحس. ثم إنهم لصال الجحيم، ثم بعد ذلك رجع إلى الإيلام النفسي مرة أخرى، يقال لهم هذا الذي كنتم به تكذبون. بعد ذلك يعطينا الحق سبحانه وتعالى صورة عما يكون لمثل هؤلاء. فبعد أن تقدم في السورة السابقة فيما قلنا الكاتبين ووصفهم بحفظة وكرام إلى آخره، تكلم هنا عن المكتوب نفسه. كلا إن كتاب الأبرار لفي سجين. وبعد ذلك شرح لنا ذلك السجين فقال كتاب مرقوم. مرقوم يعني منقوش نقشا لا يبلى. كتاب الفجار لفي سجين. وما أدراك ما سجين؟ كتاب مرقوم. ويل يومئذ، ويل آخر، ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. بعد ذلك جاء الحق بالمقابل. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. وما أدراك ما عليون؟ كتاب مرقوم، أيضا برض مسجل وموثق يشهده المقربون. قلنا وشهادة المقربين لأنهم يصرون بما يرون فيه من أعمال تجعل الإنسان الذي اختار في الأعمال التكليفية منسجما مع الجنس المكلف بالجبر دون الاختيار، يشهده الإيه؟ المقربون. إن الأبرار لفي نعيم. النعيم هو ما يتنعم به الإنسان. إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وقلنا الأرائك هي الأسرة التي لها حجال، يعني لها ناموسية، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يعني النعمة التي هم فيها ناضحة على بشرتهم بحيث تدرك أن هؤلاء في نعيم. تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وقلنا يسقون من رحيق، والرحيق هو الشراب المصفى الخالي من الأكدار، ومختوم دليل على صيانته وعلى حفظه، وليس بختم عادي بل قلنا ختامه مسك. ما دام الأمر كذلك يبقى عرض الصفقة الخاسرة في الفجار وعرض الصفقة الرابحة في الأبرار. بعد ما تتضح الصفقتين يبقى كان يجب أن يكون التنافس في ماذا؟ في ذلك فليتنافس المتنافسين. المنافسة معناها هي المغالبة على الشيء النفيس. نافست فلانا يعني غالبته على الشيء النفيس، أنا أريد أن أخذه وهو يريد أن يأخذه، فكل واحد منا يجد ويجتهد في أن يحصل على ذلك النفيس. أو هو لون من مجاهدة النفس. هذه المجاهدة لها غاية، هذه الغاية أن تلحق بالأفاضل في الصفات وأن تتشبه به من غير أن تلحق الضرر بالغير. يبقى إذن المنافسة إنني أجتهد وأجد لأظفر بشيء ظفر به فضلاء بدون أن ألحق ضررا بالآخرين. وبذلك يختلف المنافسة عن الحسد، لأن مراتب التمني في الخير أولا واحد يشوف واحد في خير فيغيظه أن يوجد ذلك في الخير وإن كان هو في خير، هذا مفترض. وواحد آخر يغيظه أن يكون غيره في خير وهو في ضد ذلك الخير، يعني غني يغيظ أن واحد تاني يغتني، هذه الصورة الأولى. فقير يشوف واحد غني، يعني ذلك ممنوع منه الصفر. الموقف هنا يتطلب أنت تتمنى مثل ما معه، أن تتمنى أن يزول ما عنده، أول مرتبة أن يزول ما عنده إن شاء الله أفضل فقير زيه، دي مرتبة دنيا. أو تتمنى إن اللي عنده يزول ويجيلك، أو تتمنى أن تكون مثله. لكن كل ذلك لم يتعدى التمني، والتمني كما يقول الأدباء بضاعة الحمقى، يعني كونك تتمنى الأشياء دون أن تعمل للوصول إلى الأشياء يبقى ده شغلة الحمقى اللي ما عندهمش همة، ما عندهمش طموح. المنافسة غير كده بقى. ليه؟ قال لك لأن المنافسة التي القرآن بصدد عرضها منافسة في شيء من الممكن أن يأخذ المتنافسون جميعا حظهم منه ولا ينقص،
في امور الدنيا في خير محدود، هذا يريد ان ياخذه وذلك يريد ان ياخذه، بحيث اذا اخذه هذا ما ظفرت به الثاني. فامور انت تتمنى انك انت تاخذ منه وهو ما ياخذوش. لكن المنفس اللي عند الله ما عندكم ينفذ وما عند الله باق، نتنافس وانت حتاخذ وانا حاخذ، حظك لا ينقص حظي وحظي لا ينقص حظك. اذن تلك اشرف الوان المنافسه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، يعني اللي عندهم طموح للمعالي. لا تتنافس فيما يمكن كما قلنا ان يتركك او تتركه، لاننا قلنا نعيم الدنيا دي فيه امر ضروري، الانسان يترك ذلك النعيم وينتهي منه ويموت، يا النعيم يتركه. انما هناك لا تفوته ولا يفوتك، تبقى ده التنافس اللي على اصله. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ثم يعود بعد ذلك الى كلام عن الرحيق المختوم وختامه مسك، يبقى ومزاجه من تسنيم. المزاج دي برضو القرآن يخاطب العرب على ما كانوا يعلفون. الناس الذين كانوا يتعاطون الشراب نوعين، نوع يشرب ليغيب عن الوجود، وواحد آخر يريد أن لا يغيب، يأخذ المسرة فقط ولكن لا يغيب. فهذا اللون الثاني كان يشرب الشراب ليس صرفا ولكن يمزجه بشيء، وقد يطيء الواحد ويتطلب شرابا صرفا مرة ومنزجا مرة أخرى حسب حال النفس. يعني عنده هموم أو أقدار أو قال حاجة يقول لك هات هل النهاردة صرف، النهاردة مهبدة هات هل يعني النهاردة كده، يأخذها ممزوجة بشيء من الماء يعني تخف حدتها شوي. الاثنين مثلا الشعراء تكلموا فيه، يقول له مثلا إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتل، يعني قتلت بالماء، يعني ذهبت حدتها وشرتها بالماء، انا عايزها من قتلتش، انا عايزها صرف صحي. ان التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتل. كلتاهما حلب العصير، يعني ابناء العصير العنب، فعاصني بزجاجة ارخاهما للنفل، يعني انا عايز حاجة تخليني طينة خالص. إذن القرآن لما بيجي على الصورة يقول لك ومزاجه من تسنيم، عشان يديني إنها من النوع اللي حينمزك، مع أن ما فيهاش غول ومع أنها ما فيهاش لذة وعلى أنها كمان مقتولة بالماء، مزاجه من تسنيم. وبعدين يجي تسنيم دي عادة فيه اسمها العلاقة الاشتقاقية. العلاقة الاشتقاقية معناها إن الاشتقاق له أسرة تجمعها لفظ. السنام مثلا عندنا سنمت مثلا التراب، يعني جعلته سنام الايه البعير، يعني اعلى شيء فيه. فمزاجه من تسنيم يعني ايه؟ يعني من اعلى شراب في الجنة، اعلى شراب في الجنة. وبعد ذلك اراد ان يشرح تسنيم العين يشرب بها المقربون. لكن كلمة تسنيم هنا تخلينا نقول النبع عادة والعيون تأتي من اسفل، فكأن دي حرضه هتختلف في شكليتها حتى وحتيجي من اعلى. واحنا عادة نشرب الماء في كؤوس، فنشرب الماء بالكأس مثلا، ام قال لك دي العين نفسها ما تعرفش صورتها ازاي دي حتيجي، هي العين مش تشرب منه تشرب بها، فكأن الظرف هو عين المظروف. صورة من مش قادرين احنا دلوقتي نتخيلها، المهم انها صورة عجيبة لا توجد ابدا في مشاهدنا ولا في مخيلاتنا. وما دام عندنا القاعدة فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين، وان لما تجيب صورة العقل يقف فيه تقول وقفة العقل فيها دليل تميزها، وقفة العقل في كيفيتها كده وصورتها هو دليل التميز. او ان الحق سبحانه وتعالى اراد بقوله يشرب بها ان مش المهم الشرب، لأننا لن نشرب في الآخرة عن ظمأ، ده المهم التلذذ، كلها مسألة تلذذ، إنما حاجة لا ناكل عن حاجة ولا نشرب عن حاجة ولا أي حاجة. ويشرب بها يبقى كأن قال لك تنبه إن يشرب هنا معناها يتلذذ، فالدم يشرب وقبل بيه عشان تنقلني إلى معنى الإيه؟ عينا يشرب بها الإيه؟
المقربون. بعد ما نقل لنا الصور دي والصورة المقابلة وإلى آخره واتضحت المسألة عندنا، انتقل إلى معنى هو في الواقع غير مادي لأنه مش متعلق بالاقتياس. المطففين والعملية دي كانت متعلقة بالاقتياس المادي. بعد ذلك تعرض الحق سبحانه وتعالى إلى صورة من الصور الإيذائية التي كان يتعرض لها المؤمنون، إنما التعرض كان نفسيا مش ماديا، يتحكمون في أقواتهم ويسيطرون عليهم بدليل قوله يكتالوا، إذا اكتالوا على الناس سيطرة وجبروت واحتكار وإلى آخره في اختياراتهم. قال لك لا، ده حيار الصورة معنى نفسي ثاني، وهي معرض ايه؟ السخرية. الكفار كانوا بقوتهم وجاههم وسيطرتهم ومناعتهم وعزتهم أمام المؤمنين في ضعفهم وفي قلتهم وفي فقرهم وفي رثاثة حالهم وعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، كان الكفار في موقف المستعلي. المستعلي عادة يهزأ من دونه، فالحق يريد أن يعطينا صورة يقول لك حتى هذه، حتى غمزة العين استهزاء احنا شايفينها وعارفينها. لما تيجي تشوف واحد معذب بسببك ومعذب فيك ومؤلم، وبعد ذلك تقول له انا عارف ان اللي بيعملوا فيك كذا ويعملوا فيك كذا ويعملوا فيك، تعدد ما يحدث له منك دليل على انك معتبر له وعاد له وبصير به، فذلك لون من ادخال الطمأنينة على الناس. فساعة ما يجي الكفار يضحكوا من المؤمنين، وبعد ذلك المؤمن يعرف ان الضحكة اللي ضحكها الكافر القوي من المؤمن الضعيف ده او غمزه بعينه او لمزه او اي حركة من حركات الاستهزاء والسخرية والتهكم، ساعة المؤمن كده ما يعرف ان ربه شايف ديا وذكره وعدده، يوم هذا وحده يعزيه عما يكون بفضله. ليه؟ لان اللي هيقدر يجازي شايفها وعددها ومعتبرها وقال عليها في الدنيا. وبعد ذلك يقول حينما قال ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا، اولا قابل اجرموا بامنوا عشان نعرف ان الجريمة العظمى او الخيانة العظمى هي خيانة الكفر. كانوا من الذين امنوا، هنا الاسلوب فيه لفتتين اثنين. اولا كانوا، كلمة كانوا دي تدل على ان اخبار الحق بهذه الصورة اخبار عن شيء كان وانتهى زمنه. معنى ذلك ان هذا الامر الذي يقع بكم ايها المؤمنون من استهزاء هؤلاء وضحكه سيصير مدلولا عليه بكانه. لما كان يقول ان الذين اجرموا ضحكوا او يضحكون من الذين امنوا، يمكن ضحكوا قبل وسيظلون يضحكون ايضا، فيقوم يجيب كان اللي هي بتاعت الزمن الماضي ديا على ان الفعل مش هيكون الاستمرار. فهذا إيذان وتبشير بأن الحالة دي ستنتهي وأن الكفار حيعودون إلى رشدهم الإيماني ويرجعوا ويجوا مؤمنين وتنتهي هذه الحالة، هذا في الدنيا. لكن لما قال ما قالش ضحكوا أو ما قالش يضحكون دون كانوا، وإنما كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يريد استحضار الصورة. ومعنى استحضار الصورة أن الفعل المهيب او المقذف ساعة ما تحكي عنه انه مضى، صورة وقوع الإيلامية تنتهي. لكن لما تحب تبشعها تقوم تستحضرها حالة وقوعها. لو قال ضحكوا يمكن الصورة تبهت، انما يضحكون فكأن الاسلوب اراد شيئين، اراد ان يدل على ان هذه حالة لا تدوم وانها حالة اصبحت في عداد الماضي، ولكن الحق يريد ان يستحضر لنا الصورة التجددية في الفعل، لا ان لا استحضرها خبرا بل استحضرها عيانا يضحكون. ودي لها نظير، كنا تعرضنا اليه مرة، واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل الينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما ايه لما معه. قل ان قالوا لك ان احنا هنؤمن باللي انزل الينا، تقول لهم تعالوا قل فلم تقتلون انبياء الله، مع ان القوم الذين جاء القرآن لخطابهم هذا لم يباشروا قتل الانبياء. كان يقول فلم قتلتم او قتل اباؤكم
إنما فلما تقتلون؟ ليستحضر الصورة البشعة التي كانت أيام يلقون أنبياءهم فيقتلونهم. إذن فالأسلوب القرآني هنا جاب كانوا ويضحكون علشان يدين الحاجتين الاثنين. كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ونحن نعرف أن الضحك انفعال من المفارقات. هذا الانفعال ما بيصنعش، لأن انت لو سألت الناس ما ماهية الضحك حد يقدر يعبرها. ايه الاعضاء اللي بتخلي الانسان يضحك؟ ما تقدر تفضل. اذا احنا لا نعرف ما هو الضحك، ولا ما هي التكوين، ولا ما هي الاعضاء التي تنفعله، ولا هي ايه الحالة النفسية اللي بتيجي عشان تعمل كل كده تخليك تضحك. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يلزم الخصوصيات، وانه هو اضحك وابكى. الخصوصيات ما يمكن ابدا علماء يقدروا يضيفوا وظائف الاعضاء عشان يقولوا الانسان كيف يضحك. والانسان هو الخاص بهذه الظاهره، ضحك والبكاء، وانه هو اضحك وابكى. يجدها في المسائل اللي هي زي الموت والايه والحياه، وانه هو اغنى واطرى. يجدها في الخصوصيات دليل على ان هذه المساله لا يمكن للعقل البشري ان يتسامى ليعرف كنه الضحك هو ايه. وما دام ما يتسامى يقدرش يتسامى ويعرف كنه الضحك هو ايه، انما يعرف متى يضحك، ولا يقدرش يتحكم ويقول اضحك دلوقتي او ابكي دلوقتي، والا يبقى معروف. ولذلك وضع له في اللغه الامر يقول فتضاحك. معنى تضاحك يعني ايه؟ يعني اظهر عمليات الضحك العضويه اللي يقدر عليها دي، انما هو في الواقع مش ضحك. فتضاحكنا وقد قلنا لها حسن في كل عين من تود. تضاحكنا يعني تكلفنا الضحك، يسمونه التهانس. التهانس يعني انك اكنك انت بتجيب ضحك كده من عندك. يجي يقول ما ايش بيتضحكم؟ لا يضحكون. فكأن دي العملية دي ما اختيارية منهم، انما نتج من الانفعال النفسي اللي موجود عندهم. مش انفعال نفسي يضاد وانت بتتضاحك وتجيب انفعال جديد، لا. فكأن السخرية من المؤمنين اصبحت ملكة وطبيعة وجبلة، بحيث لا نقول فيها انهم يتضاحكون بل هم يضحكون. شوف بقى الران عامل فيهم ايه. المسألة انعجلت خالص. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. أطلق الضحك وجاء عند المرور وأتى بالتغامز. والتغامز عملية غمز العين. لماذا؟ لتشعر من معك ومن من صنفك أنك تهجأ، ولا تحب أن يعرف ذلك من تهلك. وإلا لو كانت المسألة كانت تبقى حاجة إيه؟ إذن فكأن كورة الضحك كانوا إذا جلسوا مجالسهم الخاصة ولو لم يمر بهم المؤمنين يعودوا يجيبوا الحكاية بتاعتهم وعملينها مادة سمر، وساعة ما يغمزهم يعني يغمزوا إلا هو اللي احنا كنا بنجيب سرينهم. أجاب صورة مشهدية وصورة غيبية. الصورة الغيبية هي كانوا منهم يضحكون مواجهتهم ولا في غير مواجهتهم، كأنهم بقوا مادة للضحك، وبعد ذلك إذا مروا بهم يتغامزون. هنا بقى المفسرين لما قالوا إذا مروا بهم، الضمير في مروا والضمير في بهم أين يعود؟ أولا الإسناد في الفعل الأول، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، ففاعل الضحك هم الذين أجرموا، والمضحوك من الذين آمنوا. وإذا مروا من اللي مر؟ عشان سياق الجمل يبقى المجرمين مروا بمين؟ بالمؤمنين. ويصح ان يكون المؤمنين هم اللي مرين. قال لك سياق الاسلوب يدل على ان الذين ضحكوا هم الذين مروا، هم الذين انقلبوا، اذا انقلبوا الى ايه اهلهم انقلبوا ايه فرحين. او ان يكون الاسلوب قد بدأ بالضمير لمن اجرمه، وبعد ذلك جاء بالضمير للمستهزئ ثم رجع. قال لك مسألة إن الضمير يعود على شيء كده وبعد ذلك يعود على شيء كده شيء مألوف كثير في القرآن. يعني مثلا واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. طيب نفس عن نفس، أنا عندي كم نفس الآن؟ نفسين.
لا، لا تجزي نفس هي النفس الجازية عن نفس هي النفس المجزية عنها. يعني ما يجزيش الوالد عن أبيه أو الابن عن، يبقى إذن فيه نفسين اثنين، نفس جازية ونفس مجزي عنها. مرة يجي الضمير للنفس الأولى ومرة يجي الضمير للنفس الثانية، فيقول ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، ودي مرة تقولها ولا لا تنفعها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. ولذلك يجيب الأسلوب بما يناسب عودة الضمير. مرة يعيد الضمير على النفس الأولى لا تجزي نفس اللي هي الفاعل، ومرة يعيده على النفس الثانية اللي هي ايه مجرورة بايه بعن. اذا سواء كان هذا او هذا فان المجرمين ضاحكون مستهزئون برضو ذاهبون الى اهلهم فرحين. ومعنى ذا واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، دليل كما قلنا اولا في عملية الضحك ان دي بقى ايه غريزة منهم، لان الانسان مرة يريح نفسه شوية بانه يعمل حاجة مخالفة للادب شوية مع اي انسان، وبعد ما يعملها بالفعل وتذهب منه الحالة الاولانية اللي هي ارادة السخرية، يوم يبتدي يندم يقول لك يا ريتني ما عملته، ما كانش صح. حتى لوم النفس على ما فرط لا يزكي منهم، بل اذا ذهبوا وانتهوا يروحوا لاهلهم يقولوا لك اما قابلنا المؤمنين النهاردة وشبعنا منهم ضحك وشبعنا منهم سخرية، وبيستديموا منظر العملية. انما اللي عنده شيء من كرم النفس او بقية من كرم النفس بمجرد ما ينفس عن نفسه بالفعل يقوم يعود اليه بعض ما فيه من كرم النفس يقول لك يا ريتني ما عملتها، ما كانت لها لازمه، ويزعل العمل. يقول لك لا، حتى لما يروحوا عند اهلهم يبقوا مبسوطين. واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فاكهين، وفي قراءه فاكهين يعني ناعمين مبسوطين فرحين لانهم عملوا في المسلمين هذه الايه هذه العمليه. الحق سبحانه وتعالى حينما عرض هذه الصوره في الضحك بهم والغمز حين المرور ولقاء الأهل في سرور مما صنعوا بالمؤمنين، بيقول للمؤمنين تعزية لهم إن أنا كل الحاجات دي على مر أنا ومسمع مني، يعني معنى ذلك مش حاجة ضايعة. يوم المؤمن لما يسمع هذه وإن ربنا شايف الحاجات دي وحطيها عليهم، يوم هو اللي يبتدي حتى في الدنيا يسخر، في الدنيا يسخر من إنه اللي هو اللي عمل عملية. وبعدين يقول له إحنا يعني في الآخرة حنجازيهم زي ما عملوا، هم سخروا هم ضحكوا هم استهزأوا، حنجي بقى هم استهزأوا وضحكوا ضحكا وهزءا لا دوام له، وسينقلب الأمر ميزانه. وبعدين انتوا الفايدة بتاعتكم انكم لما تضحكوا او تسخروا منها وتستهزأوا منهم هيبقى مسألة خالدة. يبقى اللي يعمل العملية دي هل قدر وهل استطاع أن يصيب الكفار على ما فعله بهم؟ بعد ما يعرض الصورة يقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب؟ أيوة، التثويب الرجوع، يعني هل رجعنا إليهم فجازيناهم على أفعالهم؟ إنما كلمة الثواب هنا فعله بهم. بعد ما يعرض الصورة يقول هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ هل ثوب؟ أيوة، التثويب الرجوع، يعني هل رجعنا إليهم فجازيناهم على أفعالهم؟ إنما كلمة ثواب هنا زي كلمة فبشرهم بعذاب أليم، لأن الأسلوب القرآني يقول بيعمل إزاي؟ يجي يبدأ الأسلوب بأسلوب مطمع وبعد ذلك ينهيه لانتهاء المهم. قلنا مثلا يجي واحد عطشان وبقال ومن ما تشربش، وبعدين تلوح له بكوب ماء تاخده له ملان كده وبارد وتروح له لحد كده وتمد إيدك إليه، وبعد ذلك ساعة ما يجي برضه ذات روح بلده. هذا الابتداء المطمع يعقبه لانتهاء المهم. يمكن لو قال لك اديني اشرب ولا جبتلوش ولا جبتلوش من اول الامر خالص سهل، انما كثير كما ابرقت قوما عطاشا غمامة فلما راوها اقشعت وتجلت. يبقى اذا لما يجي يقول فبشرهم، كلمة بشرهم دي تقوم تدي للنفس شيء من الايه؟ من الانبساط. واذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. دي فتناها دي، إذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. إن هو اللي ضال أم قال لك إيه؟ لأن في قاعدة كده إن الملك في دولة الشياطين هو اللي شيطان، لأنه هو اللي خارج عن النظام.
يبقى دول ضالين اي بالنسبه لمفهوم الهدايات عندهم، لان مفهوم الامر عندهم ان هي ما فيش الا الدنيا دي، فاللي ينجح فيها ويفلح هو ده صاحب الفلاح، ودول مدام بقى اشتروا حاجه غايبه كده ولا شكايه يبقى هم دول اللي ضالين. اذا فقلنا هؤلاء لضالون اي بحكم مقاييسهم في الهدايه وفي الضلال، لا في حقيقه الهدايه وفي الضلال. وما ارسلوا عليهم حافظين، ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين، ارسلوا اللي هم مين؟ يصح ويصح، شوف بقى تربيب الفائده، وما ارسلوا يعني كانهم الكفار او المجرمين بيقولوا ايه؟ ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا علينا حافظين. ما هي يعني معناها كده، ما ارسلوا على الذين يتكلمون حفاظا عليهم، يعني ما هم مش جايين علشان يعدلوا لهم، مش جايين يحفظوهم من عطب، ما هم منكرين ان دي دعوه رساله، فاهمين ان دي دعوه تطوع او كذب او افتراء، فيقول لك دول ضالين ومش ما ارسلوش ليحفظون لنا قيمنا او ليحفظون لنا نفوسنا او ليحفظون لنا منهج الحياه، او ان وما ارسلوا عليهم حافظين اي ان هؤلاء الذين يحكمون بضلال المؤمنين ما ارسلوا عليهم حافظين ليقوموا، مش هم المقومين لهؤلاء. يبقى يحتمل ان يكون المعنى هكذا وان يكون المعنى ايه هكذا. فاليوم، اليوم يعني اللي هو يوم القيامة يقوم الناس فيه لرب العالمين، ويوم عظيم وهو الى اخره، ولمن الملك اليوم، كل ما تؤديه كلمة اليوم، فاليوم الذين امنوا من الكفار يضحكون ضحك زي الضحك، على الارائك ينظرون، ينظرون ايه؟ ما هو كان فيه مرور ذليل، مرور فقير، مرور مضطهد، يوم هم يبتدوا يشوفوا بقى الموقف بقى ثانية، هم اللي قاعدين ودوكهم في عذابهم. ولذلك قيل ان الكفار يفتح لهم يوم القيامة باب الى الجنة، فيقال لهم هلم هلم هلم، فيأتي الواحد لهلم فيغلق دونه الباب حتى يقال للرجل منهم بعد ذلك هلم، فلا يأتي لانه عارف الحكايه هتنتهي الى ايه. تبقى العمليه دي بتاع تعالى 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 ويجوا لحد مقفول، دي عمليه تخلي المؤمنين يتذكرون ما كان منهم ويعقدوا الايه المقارنات، وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. فكأن هذه اخبار يجب ان تكون مشهوده، وما دام يجب ان تكون مشهوده لان قائلها الحق الذي امنتم به، فيبقى عمليه الجزاء عمليه يقينيه. نلاحظ هنا في كل اللي قلناه ان الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الكفار يتكلم بالنار والكذا وكذا، ويتكلم عن المؤمنين بالجنه، ولا ما تكلم في الصور المكيه عن ان حيجي يوم دول ينتصروا الا اماما كده رمزيات، سيهزم الجمع ويولون الايه الدبر، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم. نلاحظ ان القران في المعادله ما كانش بيتكلم الا عن الاخره ونعيم الاخره، الاخره ونعيم الاخره، دي عمليه يقولوا فيها تربيب الفائده. ازاي؟ قال لك لان الله لا يريد من المؤمن ان يستقبل منهج الله على انه هينصره في الدنيا دي، عايز يطرح الدنيا دي نهائيا من حسابه. ولذلك تجد في مبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيعه العقبه اللي اهل الانصار قالوا له ايه؟ فماذا لنا لو فعلنا ذلك؟ قال له لكم الجنه، ما قال لهمش انكم هتنتصروا وتيجوا ويبقى لكم ويبقى لكم ويبقى لكم ابدا. لانه في وقت التربيه، تربيه الجنود للمبدا، مش عايز يدخل الدنيا دي في حسابهم ابدا. وان ادخلها في حسابهم بعد وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم، واخرى لم تقدروا عليها قد احاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير. صحيح لما عليك مش على ان ده هو الجزاء، علشان المؤمن ما يدخلش حكايه الدنيا دي في منهجه ولا في حسابه ابدا. امال ليه جاب بعض الايات في المدينه بقى فيها هذا المعنى؟ قال لك لان العقيده اتربت ودخلوا الدين على ان هذا الدين رافض الدنيا من حسابه. ولكن لما جيت قال لهم لا، لكن انا عايز ان انتصرتم في عليهم، المساله مش لان ده جزاء لكم، ده المساله لان هناك منهج للسماء اريد ان يطبق في الارض، وانتم مخرجون لقياده الناس، فان حصل نصر
ما تفتكروش النصر اللي انا بدي اجازيكم يعني على الله. فكأن ما يحدث لكم من الغلبة ومن الفتح ومن النصر فليس ثمنا. ليه؟ لان احنا مربينكم على ان الدنيا دي مطروحة من حساب المؤمن. اما لما يقولها في الناحية الثانية يقول لك انتم علشان تفهموا اننا انما نصرناكم لماذا؟ لتحملوا منهج الله الى كل الارض ولتكونوا خير امة اخرية للناس. فحين يربى المؤمن على ان الدنيا ساقطة من حسابه يقوم يدخل المعركة الايمانية وليس في باله الا هذه المعركة الغاية. ومدام ليس في باله الا هذه الغاية الناس بتستزل بايه؟ استزل بحاجتين اثنين، اننا نكره الموت ونحب الدنيا. كل انواع الاستهلال، اننا نكره الموت ونحب الدنيا. مش حب الدنيا وكراهة الموت كلما الوهن يا رسول الله يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة الى قصعتها. قالوا له امن قلة يا رسول الله؟ قال انتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيف، ولا يقذفن الله ايه في قلوبكم الوهن ويسب المهابة من قلوب عدو. ما الوهن يا رسول؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت. ساعة تحب الدنيا وتكره الموت ركبك خصمك انت استذل الانسان. يبقى اذن الحق سبحانه وتعالى يريد بهذا العرض انه يخفي مسألة الدنيا دي من حساب المؤمن، وانه انطلب منه ان يكون قويا فيها اعلى عزيز. فذلك ليس لانني اعطيك الجزاء، ولكن لان لك دور في الدنيا تحب ان تؤديه، وهذا الدور اللي في الدنيا تحب ان تؤديه لتكون خير امة اخرجت للناس مثل قصدك انت. مثل قصدك. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ وبعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فأما من أوتي كتابه، كل فأما من أوتي كتابه ادتني العلاقة زي ما قلنا، لأن الأعمال لها كتاب والكتاب يكتبون في كتاب. الصورة الأولى تعرضت للمعنى الأول، الصورة اللي بعدها تعرضت للمعنى الثاني، نهاية الكتابة دي إيه؟ فأما من أوتي كتابه إيه؟ بيمينه، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره. تبقى دي العملية إن إذا ترتيب الصور تنسيقا ماشي تنسيق. هنا نلاحظ أننا حينما نأتي نجد برضو شروط ومصدرة بإذا الترتيب. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وبعدين وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح. نلاحظ هنا أن ما فيش جواب شرط زي جوابات الشرط اللي هناك، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت إلى آخر 12 شرط، علمت نفس ما أحضرت. طيب أدي الجواب. وفي الثانية في شروط الانفطار، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت ماذا يكون؟ علمت نفس ما قدمت وأخرت. طيب إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. ما فيش جواب للشرط. أمعنى ذلك أنه لما تقدمت صور عرف منها جواب الشرط، حذف هنا جواب الشرط ايه؟ استغناء بما ذكر في نظيره. وتلك ظاهرة في القرآن حتى يقبل الإنسان على قراءة النصوص بإيه؟ بتدبر وبتمعن. نقوم نيجي نلاحظ مثلا، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين، وبعدين يقول عشان يحكموا بين الناس فيما ايه؟ فيما اختلفوا فيه. مش كده الآية ولا ايه؟ تقول له يا أخي ما دام كانوا أمة واحدة مفيش اختلاف، طب الأنبياء هيجوا عشان يحكموا بنفس الوقت؟ أنت قلت كانوا أمة واحدة، مش معناها كده؟ نقول له أهو أهو ده دليل على إنك أنت ما استوعبتش قراءة القرآن. تحكمش على نص أبدا إلا أن تبحث عن نظائره في القرآن، لأن مرة يحذف من نص ما يوجد بديله في نص ده. طب ما تقراش وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين. يبقى إذن فبعث الله النبيين مش معطوفة زي ما أنت عارف على الأولى، ده معطوف على محذوف المقدر، والمقدر له قرينة دلت عليه ليحكموا بين الناس ايه؟
فيما اختلفوا فيه. يبقى اذا كان الناس امة واحدة وبعدين اختلفوا وبعدين بعث الله النبيين ليحكموا. يبقى اذا الحذف من النظير جالي. فهنا من هذا اللون او ان الحق سبحانه وتعالى لما اعطانا الوانا متقدمة من جواب الشرط في نظير اذا كذا واذا كذا واذا كذا. لان دي كلها من ايه؟ من الانقلاب اللي هيحدث يوم القيامة. كل اذا دي انقلابات، ثورة في الكون، تدمير فيه، زلزلة. ربنا ادانا نماذج من اللي يحصل. فلما ادانا نماذج وضع ابن عليها الجواب بيبقى ايه؟ يبقى ترك لنفسك ان تأتي انت بالجواب، وبعد ذلك ابهمه عشان تذهب في نفسك بقى كل مذهب. لان مراد التحديد بيوضع الحقيقة في صورة واحدة، والابهام يخلي كل واحد ياخد الصورة الانفعالية اللي تحدث. فيبقى معنى اذا السماء انشقت الى اخره وبعدين واذنت لربها وحقت، كان ما يهول امره، او كان ما يغير نظام العالم الذي الفته، او كان ما يحدث حين عرض الناس على ربهم. تبقى انت عندك عينات من جواب الشرع. تقول هو بقى عشان ينبهك كده وانت تقعد ذهنك يبقى مستعد تقوم تقول، او ان يا ايها الانسان نفسها هي الجواب، او فاما من اوتي كتابه هي الجواب. يقول لك واذنت لربها وحقت، ها يبقى ايه اللي يحصل؟ اخذ كل كتابه، فاما من اوتي كتابه بيمينه فيحصل لوكيت، واما من اوتي كتابه فيحصل لوكيت. فوزع الشرط في الطرفين. يبقى كانه يقول واذنت لربها وحقت، اذا حصل هذا وحصل هذا وحصل هذا ايه ياخذ ايه؟ المؤمنون كتبهم بايمانهم وايه ويحاسبون حسابا يسيرا، وياخذ الايه الطرف المقابل كتابهم وراء ظهورهم وايه ويحاسبون حسابا عسيرا. فكانه حينما شقق في الشرق جاء منه مجموع الشرق، شقق فيه اثنين. ومع ذلك جاء بالتمهيد يا ايها الانسان، زي هناك كلمة الإنسان اللي جات يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هي تمام إنسان، يعني يا أيها المخلوق اللي في أسمى تكوين، اللي أمدك الحق سبحانه وتعالى بالفكر، أمدك بالمعاني، أمدك بالروح اللي لها تحليق، أمدك بكل هذه الأشياء، ما كان يجب أن تقف هذا الموقف. وأنت أيها الإنسان كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. يبقى إذن إذا السماء انشقت كما سبق أن قلنا، يوم تشقق السماء بالغمام، السماء انشقت تنشق إزاي بأي شكل دي مش مهم نعرف، المهم أنها ستخرج عما ألفنا، تنتهي إلى أمر لم نعتده، تخرج عن رتابتها، يخرج الكون كله عن الرتابة المعهودة فيه. إذا السماء انشقت، وبعد ذلك شوف التعبير بقى، وأذنت لربها وحقت. أذنت، عملية الاشتقاق. الأذن أولا هي آلة الاستماع، والاستماع نوعان. النوع الأول أن تستمع، وأنت حر بعد ذلك في أن تطيع وأن تعصي، ومرة أن تستمع وليس لك اختي أن لا تطيع. يبقى المستمع قسمين، مستمع له خيار ومستمع لا خيار له. فالمستمع الذي له خيار يقدر يقول سمعنا وعصينا، انما اللي ملوش خيار سمعنا ده ما يمكنش، ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. الكلام عن مين؟ عن الايه؟ اذا عن السماء، اذا السماء ايه انشقت واذنت لربها، يبقى اذنت دي معناها استمع، اذن يعني استمع. ثم اذا سمعوا خيرا ذكرت به، وان ذكرت بشر عندهم اذنوا. استمع، يبقى معنى أذن يعني استمع، لأن الأذن هي آلة الإيه؟ الاستماع. طيب هل السمع ممن يسمع وله خيار في أن لا يستجيب؟ ده هي دي خطة بالإنسان. الإنسان قسمين، قسم مسخر فيه وقسم مخير، يسمع ويصح من الطيعة ويعصي. إنما المسخرات دي يعني اللي ملهاش خيار في أن تخرج عما أمرت به، بمجرد الاستماع يبقى انصياع. يبقى إذا السماء انشقت وأذنت أي واستمعت، معناها انقادت، معناها أنها بمجرد ما سمعت ملهاش خيار، وحق لها ذلك. ليه؟
لأنها استمعت ممن لا تملك معه خيارا ومن القادر على إنفاذ ما يراد منها. يبقى لما يقول أذنت أي انقادت يبقى تفسير بالأمر النهائي، إنما أذن يعني استمع، بعد ذلك استمع فأطاع، ده موضوع. يبقى وأذنت لربها يعني استمعت لربها، ومدام الاستماع من السماء والسماء لا خيار لها في أي أمر بل هي مسخرة مجبورة مقهورة على تنفيذ ما يراد منها، يبقى مجرد السماع كافر. يبقى أيضا أذنت بالنسبة للأرض وبالنسبة للآمر وهو الله، يبقى معناها النهائي انقادت، انقادت لمراده وحق لها ذلك، يعني حقيقة، هي حقيقة وجديرة بذلك، لأنه ليس لها اختيار مع خالقها، مخلوقة على هيئة الانصياع والامتثال. انشقي انشق، السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت. مدت يعني عندهم عبارة هناك العرب كانوا يقولوها مددت الأدين، ساعة يكشطون الجلدة عن الذبيحة عن الشاء أو غيرها، يقوموا يتركوها عشان يبقوا ينتفعوا به، زي ما يعملوا يدبوه ونعملوا مصلى، نعملوا أما عادة، نعملوا أي حاجة. يوم لما كانوا يدبوه على الطريقة البدائية أو يتركوا الشمس يتقلص، معنى يتقلص يوم يحصل فيه ايه اللي نسميها احنا كرمشة. كرمشة دي نتوه كده، الكرمشة دي لما تجيب شيء مبسوط قد كده من دي المبسوط قد كده وبعدين تبتدي تكرمشه يقوم حيزه يقل، فاذا فرقت الكرمشة دي، لان الكرمشة خدت ايه، خدت ارتفاع وانخفاض، ثم لما تيجي تمده كده تنضرب. فكأن الحق سبحانه وتعالى يقول ان الارض دي الجبال هتبقى كالعلم مفيش، والأرض تمتد النتوءات والعلوات بتاع زي ما شرحتها آية أخرى، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، ومعنى ذلك تبقى مدت واتسعت عشان تساع المحشر كله، لأنها يدور هتساع الناس وقوفا، مش وقوفا لضيق الملك، لأن هو ده المقصود أننا نبقى واقفين، ما قلنا ما نستريحش كده ولا نقعد كده على ما يجي دورنا، لا واقفين. نعم. فلم أقول إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، يعني حق لها ذلك أو حق لها ذلك أو حقق الله لها ذلك بما خلق فيها من قوة الانصياع والانقياد، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. أرض ألقت ما فيها، إما القبور يعني الأموات طلعوا أو الكنوز أو الدفائن أو إلى آخره، وكلمة وتخلت، كلمة وتخلت دي تفيد إيه؟ الاحتياط في العملية قوي، زي انت اما تيجي وبعدين واحد عمال يفتشك تقوم تقلب له الجيب، يعني ما خلاص ما عارف. وألقت ما فيها ايه وتخلت برضو، وأذنت لربها زي السماء تمام، وأذنت لربها ايه وحقت، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. عرفنا الإنسان ومقوماته العليا وما ميزه الله به في الخلق، فإيه معنى كادح دي؟ أما أنك الكدح هو مجاهدة النفس في أمر من الأمور، مجاهدة يظهر أثرها المادي فيها، يعني مثلا اللي بيعمل عمل بإيده زي ماسك فأس مثلا أو ماسك حبل دي من دل أو بيشد مثلا حاجة على كتفه، يعني وجهة نفسه وجهد لدرجة أنك أنت تشوف إيه؟ الدبر اللي يجي، الخدوش، الجروح اللي بتيجي اثر عمليه الايه الاجهاد، لان معنى هذه انك انت حملتها عملا لا تطيقه طبيعتها حتى تخرج عن طبيعتها، شيء كده، هذا اسمه الايه، اسمه الكدح. الشعر بيقول وما الدهر الا تارتان، فمنهما اموت واخرى ابتغي العيش اكدح. يكدح يعني يتعب في الحياة تعبا يبدو أثره على نفسه. النبي لما مسك الإيد اللي فيها الندوب والبتاع قال إيه؟ تلك يد يحبها الله. ليه؟ لأن ده دليل على أنه كدح في العمل كدحا عشان يجيب له لقمة بعرقه ولقمة حلال. قال أنت أيها الإنسان سواء كنت كافر ولا مؤمن كادح إلى ربك كدحا، يعني في غايتك إلى ربك من أول بدايتك إلى غايتك إلى الله
كلها كذب. بس فرق بين من يكدح في امر ومن يكدح في امر مقابل الله. النتيجة تبقى ايه؟ الاثنين حيكدح، هذا كادح في طلب الدنيا وفي الاقبال عليها وفي الله وتعب نفسه، وهذا برضو ايضا كادح في ايه؟ بس في طلب الاخرة، وبيحمل وحمل نفسه مشقات، وبيقف امام شهوات نفسه، وبيتعرض لكذا ولكذا ولكذا. اذا فذلك كادح وذلك كادح، الاثنين كادح. فملاقي يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. او ان الحق يريد ان يعطينا صورة من ان انت اللي عمال بتكدح علشان اللقاء الله. يعني ما تفتكرش ان ربنا هيقعد يجرك في الحبل كده، ده كأنك انت اللي عملت ايه؟ عملت جاهد علشان اللقاء، فكأن اللقاء امر لا مفر منه، امر حتم، ومشوارك في الحياة هو جري وراء ذلك الامر. انك كادح الى ربك كدحا فملاقي. ومدام كدح الى ربك كدح فملاقي، يبقى اذا كلمة ملاقيه ده عندها تتحدد المواقف الجزائيه. ان كنت على وفق ما احاب هيلقاك اللقاء الكريم ويلقاك نعيمه، وان كان والعياذ بالله على المنهج المضاد يبقى هيلقاه بعذابه. يبقى اذا يا ايها الانسان انك كانت طائر الى ربك لا محاله، سواء بكدحك في حياتك الدنيا على انها وحده ملهاش غيرها، او على انك انت بتكدح للاخره. فالاثنين في كد ونصب، اللي هتيجي صوره تانيه. لقد خلقنا الانسان في كبد، بس كبد متعلق الدنيا وكبد متعلق الايه وكبد متعلق الايه الاخره. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه. فاما من اوتي كتابه بيمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا. يبقى أن معنى ذلك إن كلنا هنعرض للحساب. هذا منطق العدل، منطق العدل إن كلنا هنحاسب، لأن ما فيش حد أبدا اسم الصفحة بتاعته يعني. لكن الحساب هيبقى نوعين، حساب لعرض زلات الإنسان يقول له دي ودي ودي لكن أنا غفرتها. ولذلك النبي لما قال للسيدة عائشة إيه ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عجب. يبقى الخوف مش من الحساب، الخوف من مناقشة الحساب. انما انه يعرض عليا علشان نعمة الامتنان بانك انت عملت وانا سبت لك، انت عملت وانا سبت، انت عملت وانا سبت، زي عفى الله عنك لما اثمت له، تمام كده. يبقى ده اسمه عرض، ذلك الايه، هذا اسم الحساب الايه اليسير. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. آدي السرور، مش السرور الأولاني وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه فكين، هو ده السرور. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، في آية في سورة الحق أظن يقول بشماله، إنما هنا وراء ظهره. واحنا قلنا التوفيقات دائما عند النصوص تقوم تجيب بالتوفيق الذي يقول جامع، يعني يجمع الصورتين، يأخذه بشماله من وراء ظهره خجلا حتى من اللي بيناوله الكتاب شيء يكتب. إما أن يكون عدم المواجهة منه دي خجل وحياء واستخزاء، وإما أن يكون لأن اللي يهدله الكتاب من وراء ظهره دول مش عايزين يشوفوا شكله أفرين منه. إذا فالصورتين الاثنين يدوا الله. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. ثبور والعياذ بالله هو الهلاك. ومعنى يدعو ثبور يقول له يا هلاك تعالى لي. طبعا الشعر لما صوروا المعنى دي أنك اللي يقول يا هلاك يا موت تعالى لي يقول له كفى بك داء أن ترى الموت شافيا. لما واحد بد لا يرى شافيا له مما هو فيه إلا الموت، يبقى معنى أن الذي هو فيه شر من الموت. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا وحسب المنايا أن يكون أمانيا. يقول ويدعو ثبورا وثبورا، يعني واهلك، يعني هذا أوانك فحب، ليتني كنت ترابا. كل هذا من إيه؟
من الحول اللي هو فسوف يدعو ثبوره ويصلى سعيره. انه كان في اهله مسرورا، انه ظن ان لن يحور. برضو رجع الى الاسباب الحقيقيه لهذه المواقف، وهو ظنهم انهم لن يرجعوا الى الله، او انهم لن يرجعوا عن حالتهم التي كانوا. فاهل النعيم يظنون انهم سيظلون في نعيم، نقول له لا، هو ظن هذا والامر على خلاف ما يظن. وان شاء الله الى لقاء اخر. السلام عليكم.